السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة إيموبيلي بن ملال. ألف مرحبا بجميع المتتبعين أينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن، جميع المغاربة، جميع أشقائنا العرب، جميع الدول العربية. بغيت نوريكم هاد الشقق، شي حاجة العصرية كيتواجدوا في R+3، مساحة 140 متر، والأثمنة كتختلف على حساب ليطاج، كاينة 57 مليون، كاينة 58، 54، على حساب ليطاج. كثر الإنسان يجي يشوف وما يكون غير الخير إن شاء الله. كما كتشوفوا هنا كاين صالون، شي حاجة العصرية، فينيسيو في الصباغة الياقوت، ديما ان شاء الله الجديد. شوفوا الشليج فينيسيو راه متقونة اصلاح. هاد الشقق راه محفظين وكاين امكانية تاع وعد بالبيع. هنا كاين لا كويزين، تكون لا كويزين ايكيبي، شي حاجه عصريه. و هاد الشقق راه جوج ديال الفرساطات دو بوزي، راه كاينه امكانيه تاع وعد بالبيع، والبيع تيكون عند النوطير، سواء النوطير اللي تنعرفوه حنا ولا النوطير اللي تعرفو الانسان اللي باغي يقتني العقار، باش الانسان يعرف شنو كاين. شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله ديما نكون عند حسن الظن. شكرا لجميع الناس اللي كيتصلوا بيا وكيبغيو يتاكدوا واش منير مسفيوي بكم ان شاء الله نتوما باش غنزيد القدام. شكرا لكم بزاف والله. هنا كاين شومبر، هذا بارطومون 3 شومبر، صالون، لا كويزين، صال دو بان، تقريبا شي 140 متر. فينيسيو راكم كما تشوفوا، اللي متم يتصل الف مرحبا بجميع الاتصالات ديالكم. هذا شومبر بالبالكون، كاينين بزاف ديال العقارات للبيع غير الانسان يتصل. شاركوا في القناة، ضغطوا على الاشتراك والجرس باش اي حاجة جديدة توصلوا بها فضلا وليس امر. هذا لاكور ديال السفلية، تي فاهم شي 140 متر باب بوحدو. كنتمنى من الناس يشاركوا. شكرا لكم بزاف، وانتظروا ان شاء الله ديما الجديد.